سلطنة عمان الواقعة في الربع الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، تغطي مساحة إجمالية تصل إلى 309,000 كيلومتر مربع، وتمتد سواحلها على مسافة تبلغ أكثر من 3,165 كيلومترا، وتطل على 3 بحار هي بحر العرب وبحر عمان والخليج العربي. عرفت عمان في المراحل التاريخية المختلفة بأكثر من اسم، أبرزها مجان ومزون وعمان، حيث يرتبط كل منها ببعد حضاري أو تاريخي محدد. الموقع المتميز لعمان بجغرافيته الفريدة جعلها تتواصل مع الحضارات المختلفة وتتفاعل معها، مكونة بذلك جسورا للتواصل الحضاري والثقافي بين مختلف الحضارات والشعوب، مما أدى إلى نمو المدن وتكوين التجمعات البشرية والحواضر العامرة وما صاحبها من استقرار بشري ونمو وازدهار للمدن. وقد اشتهرت عمان بمدنها المتعددة عبر الحقب الزمنية المختلفة كمسقط ونزوة. مدينة نزوة تقع في محافظة عمان في وسط البلاد تحت سفوح الجبل الأخضر، تتسم بوفرة الأفلاج والزراعة، حيث تتميز بأنماط زراعية مختلفة في مدرجات الجبل الأخضر وفي السهول الواسعة التي تروى بالأفلاج. وقد كانت نزوة عاصمة في بعض الفترات التاريخية، حيث اتخذ أئمة عمان نزوة عاصمة لهم منذ إمامة الإمام محمد بن عبد الله بن أبي عفان سنة 177 للهجرة، وسميت تخت ملك العرب في عهد الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي في عام 192 للهجرة لدورها السياسي. كرسي الزعامة والإمامة كان مستقرا بها. تتسم نزوة بأنها مدينة التاريخ والتراث، فهي مدينة العلم ومحط رحال العلماء والأدباء. بزغ من أبنائها الكثير من العلماء والفقهاء، واستقر بها العلماء الآخرين الذين وفدوا إليها من مختلف المدن العمانية لما تمثله من مكانة علمية مرموقة، حيث حلقات الذكر ومجالس العلم المنتشرة في مساجدها ومجالسها، لذلك سميت بيضة الإسلام لكثرة علمائها وفقهائها. لقد كانت نزوة معقل القادة العظماء وموئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعراء والأدباء، فأعظم بها من مدينة في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل. تتميز نزوة بوجود أعداد كبيرة من المساجد، ومن أشهرها المسجد الجامع الذي يقع بالقرب من السوق والقلعة، ويرجع تاريخ بنائه إلى السنة بالإضافة إلى عدد كبير من المساجد التي يصعب حصرها ووصفها وتبيان دورها التاريخي لكثرتها وتعددها. لم يقتصر دور المساجد في نزوة على العبادة فحسب، بل كان لها دور بارز في التعليم وتخريج والفقهاء الذين درسوا في حلقات هذه المساجد وتخرجوا منها لينشروا العلم والفقه في ربوع البلاد، حيث كانت نزوة مركز إشعاع ثقافي وعلمي لما حولها من مدن. وقد ألف علماء نزوة الكثير من المصنفات والكتب الفقهية، مثل كتاب بيان الشرع في 73 جزءا، وقد ألفه الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، وكتاب الشيخ محمد بن موسى الكندي في 51 مجلدا، وكتاب المصنف للشيخ أحمد بن عبد الله الكندي، وغيرها العديد من المصنفات والكتب التي أثرت المكتبة العمانية. قلعة نزوة تعد من أقدم القلاع في عمان،
حيث تنفرد بشكلها الدائري الضخم المطمور بالتراب والحصى. بناها الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي في عام 1660 للميلاد، وقد استغرق بناؤها 12 عاما. كما بنيت العديد من الأبراج على الجبال والمرتفعات المطلة على المدينة لتحرسها من الأعداء، حيث تنتشر والحصون في مختلف المدن العمانية التي ترمز للعراقة والحضارة الضاربة في جذور التاريخ. سوق نزوى القديم يقع بالقرب من القلعة والجامع، تعرض فيه مختلف البضائع والسلع التراثية، ويتميز بطرقاته الضيقة التي تصطف على جوانبها الدكاكين التي تبيع المشغولات الذهبية والفضية والمنتجات التراثية المتنوعة، وتمارس فيه العديد من الحرف والصناعات التقليدية. هذا الإرث التاريخي وهذه المكانة المتميزة لمدينة نزوى أهلتها لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2015 من دور حضاري وعمق تاريخي موغل في القدم، حيث ما زالت مدينة نزوى تحكي قصة التاريخ المجيد وتزهو برونق الحاضر المجيد.